خلينا نشوف شو رح نحتاج لنعمل الكنابيز. يلا. رح نحتاج بدنا 200 جرام روست بيف نبيل، كمان 200 جرام حبش نبيل المدخن، حبش مدخن من نبيل. يس. 200 جرام بسطرمة نبيل، بسطرمة جافة، بسطرمة جافة. بدنا ربع كوب جبنة كريمة للدهن يعني كريمية. ربع كوب جبنة زرقاء بلو تشيز، بلو تشيز أكيد. بدنا ربع كوب لبنة، ربع كوب مايونيز، رغيف توست أبيض، عنب، خيار، بندورة، كرزية للتزيين أكيد. يلا هات نبلش. هلا بنقدر نستعمل توست أبيض أو أسمر زي طبعا أكيد شور. أوكي. بس هون الفكرة من الكنابيز هو طبق فرنسي فاخر جدا للمقبلات. أيوة. يعني إذا ستات البيوت بركزوا معي شوي ممكن يعملوه إذا عندهم مناسبة عرس مثلا، عزيمة، حابين يبهروا الضيوف، كثير موضوعها بسيط بس شوي بده شوي التركيز. أيوة. أول شيء ممكن نستعمل اللحومات الباردة من نبيل اللي هي طبعا حبش وروست بيف وبسطرمة. الحبش والروست بيف أكيد بتعرفوه، البسطرمة عبارة عن شرحات لحمة طبعا معتقة وفيها بهارات خاصة بصنعوها في نبيل. وبنفس الوقت راح أضيف لكم عليها السموك سالمون، طبعا ما حتطلب الوصفة لأنه شوي غالي، فأنا حبيت أفرجيكم إياه. حبيتوا تشتروه اشتروا، ما تشتروا انتوا برجع لكم. وعندي البلو شيز مع الكريم شيز، وكمان في عندنا اللبني مع النعناع. الله. حتى إيش أو الزعتر. طيب إذن نبدأ في تجهيز اللحومات الباردة. أول شيء بدنا نجهز الخبز. أيوة. الخبز نجيبه، خبز التوست. هلأ لازم يكون شغل اليوم. شوفي خبز التوست عادة يستحسن إنه ما يتاخذ بنفس اليوم. خبز التوست لازم لثاني يوم لأنه هو خبز سميك، فبالتالي إنه يفقد الحرارة بيطول. هسا ليش بحكي لك مثلا لما واحد يسوي روست بيف بالفرن إنه تركوها ترتاح ربع ساعة أو نصف ساعة بعد الطبخ لأنه في تحميل حراري الكاري أوفر، فبعد ما تبرد بيستقر الخبز، تقطيعه أسهل وشغله أسهل. طيب أنت كيف بدك تقطعه اليوم؟ هو أوكي رح خلي هيك. فكرتك جايب قطاعات البسكوت. لا هيا الكتر كتر هيا موجودة. بس أول شيء نعمل له عملية دهن. شو هذا؟ شوية مايونيز. ممكن ندهنه بشوية ماستر للناس اللي عاملين دايت، ممكن نستعمل الخبز. وبتقدر تستعمل مايونيز لايت. إذا أول شيء القاعدة أو البيس لكل الخبزات هم من مايونيز، بيرطبهم شوي. نعم لازم ضروري. ممكن نستعمل الماستر في ناس اللي عاملين دايت. اللحومات الباردة أوردي هي دايت لأنه فيهاش دهون بالمرة، ولكن في حال أنتوا حبيتوا تكملوها ممكن نستعمل الخبز الأسمر ونستعمل المايونيز أو نستعمل الماسترد أو المينيز لايت. أوكي. أوكي. الآن الفكرة بعد ما دهننا الخبز اللي هو المينيز نعمل عملية تقطيع. أوكي. بهالشكل. طبعا الخبز الزايد هسا على الفيسبوك بقول لك الشيف راح يكب الخبزات، مش راح يكبهم. أوكي. ممكن نعمل فيهم مليون شغلة. شو بنعمل فيهم؟ يعني شوفي الخبز ممكن أنا أقطعه قبل ما أضيف المينيز وبعديها أنشفه وأسويه قرشلة للقلي، عمل جاج، عمل سمك، عمل شيء ممكن أسوي فيه أم علي. أنت الناس بيحبوا يسووا أم علي بالكروسان وعجينة الباف بيسري، بس أنا بحكي لهم هاي الوصفة قديمة أم علي بتتسوى بالخبز، الكنش في أول كروسان و أيوة مزبوط. الحبش اللي مدخن من نبيل بقطعه بالنصف تماما، فبصير عندي راح أستعمل توث بيكس اللي هو راح يساعد. هو الفكرة من الكنابيز إنه أكل سريع أثناء الحفلات، بس بياخذ قطعة الواحد وبياكلها. فراح كيف أسويها؟ بقطعها بالنصف زي ما شايفين هيك، وبعديها بعمل لها عملية طوي، فبيطلع عندي شكل جميل وفانسي. نضعها على الخبزة نرفعها. حلو. كمان مرة مشان تشوف الناس. نقدر نحط تحتها كمان مثلا قطعة جبنة. غص ممكن نستعمل جبنة. ممكن نستعمل جرجير. لك هون شوفوا كمان كيف. هاي بهالشكل. اوكي. سوري بدون خبز حطيناها. اوكي هاي كمان واحدة هون. حلو. انا هون طبعا الفكرة الان باللحومات الباردة صارت جاهزة، بس اجيب اللي عامله انا. بديك تجربيها مع الخبز هيك. تفضلي. مع واحدة كاملة؟ ايوه. كلي اشوف مطيبها. اوكي. الان شو بدنا نعمل؟ الكنابيز من فوق ولا من تحت؟ ما هيك ممكن تتاكل هيك. هيك مباشرة ممكن هيك. خلي الواحد براحته عادي. احلى شيء احلى شيء هيك البساطة. اوكي اللحومات الباردة اذا عملناها من نبيل. حلو. والان بدنا نعمل لكم شوية من الاجبان وشوية من اللبنة، بس اوديها على الثلاجة.
فكرة مرة كنت في برنامج على الهواء وعم بعمل طبق باستا ومعكرونة فوضعته على طرف الطاولة من هون وعم بزين فيه فطار الصحن كله نزع الأرض. فشو كانت في أنا؟ الضحك. بدي أسوي غيرك. شو بدك تعمل؟ بدك ترجعه؟ بدك أوكي. ترجعه؟ ننتقل لهون. لا بدنا نسوي نشوف الأجبان هلأ. الأجبان عندي هون أنا بلو شيز، هي طبعا من الأجبان القوية اللي حكينا عنها في رمضان أو بسموها الجبن الزرقاء، وهاي بتكون طعمها كثير قوي. هقص لك كمان. فشو بدي أسوي؟ هدول بدك تسوي سوي. وين القطاعة؟ هاي موجود الكتر هاي. فالفكرة هون بدي أضيف على البلو شيز كريم شيز، عمل عملية تخفيف، تخفيف بالنكهة إنه كثير very strong taste عليها، وراح استعمل الخلاط. قديه نسبة البلو تشيز للكريم تشيز؟ كيف؟ قديه نسبة البلو تشيز للكريم تشيز؟ يعني 50% 50% ل 50% نص نص. كثير بتطلع اشي حلو وفانسي. حلو. هي نعمناها. على فكرة أنا هون بهاي الحلقة فكرة هاي الكنبيزات بسووها فنادق خمس نجوم. يعني بس هي حلو انكم تاخذوا فكره عنها. لا بس كثير حلوه لانها سهله. سهله بالضبط، وخصوصا انها بتتحضر قبل بوقت، يعني اذا الست جاي عندها ناس بالضبط بتتحضر قبل بوقت وبتقدر تقعد مع الضيوف. بالضبط. بتجيب كيس، كيس كريم عادي بنحط فيه طبعا فورما اللي هي عباره عن قطعه المعدنيه هاي الستانلس ستيل اللي بتشكل اشكال. وبنضيف البلو شيز مع الكريم شيز بهالكيس. اسمح. اوكي اوكي أيوة. بعديها رحيم شوفي كيف بدأ نعمل. إيش عم تعمل؟ يلا هاي خد حطت لك خبزات جديدة. إذا بدك شوفي كيف نعمل. أوكي أوكي حلو. بلو شيز مع كريم شيز. واللي ما بيحب البلو شيز ما يعمل، يستعمل كريم شيز لحاله. ممكن يستعمل أي نوع أجبان، يعني هي بالفكرة بس إنه إيش فكرة البلو شيز طيب كثير. بكفي هذول خمس حبات. وشو بدنا نزينهم؟ شو دائما لما نحكي شيز نحكي عنب. أيوة. مباشرة هي عنب عندي أنا هون، عطينا شوية عنب، ممكن نستعمل العنب الأسود. يا عمي أعطي الخبز لخبازه كيف شيك. هاي اللبنة عندي هون، لبنة عادية جدا، لبنة 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 بتكون جامدة كثير طبعا. أوكي. تكون طرية حتى نعرف نشكلها. شوف احلى منظرهم بالصحن كل الالوان. من المزازين كمان. شو بدنا نضيف هون؟ بنضيف لنا شويه من الملح، وممكن نضيف شويه من الثوم اللي بحب الثوم. اوكي. وهي شويه من الزعتر او النعنع، ممكن نستعمل الزعتر الناشف او النعنع الناشف. شوفوا عندكم كمان موجود. هي الفكره. نعمه. اوكي. وبعديها نعمل له عملية خلط. اوكي هالشكل. وبدنا نستعمل الهاي هلا. اذا ما عندنا اياها ولا بنقدر نعملها سهله هاي بدها يعني شوفي حتى ممكن في هالشعري كثير سهله موجوده بالادوات المنزليه. حتى في عندهم بيكون بالادوات المنزليه زي طعم كامل للشغلات هاي. اوكي هيو خلوهم. نفس الفكرة. نفس الفكرة. هو من زين بشغلة ثانية. عم بسأله وين موجود مركز نبيل للتدريب؟ في شارع عبد الله غوشي. شارع عبد الله غوشي. واذا بدهم يستعمل، لانه في ناس عم بيسالوا عن تكلفه الدورات صراحه التكلفه بس انت قلت ما بتقدر تحكيها عنها. مش هيك، لا التكلفه صراحه هي راح تكون كثير، احنا حكينا احنا والاداره حتكون كثير رمزيه. مش داخلين في موضوع ربح بالمره، لان احنا عندنا شهاداتنا مصدقه من جامعه عمون. مصدقه ومعنا شهادات مصدقه، عملنا اتفاقيه بالتعاون معهم، فبالتالي يعني الشهاده بتكون كمان بتفيدهم لانه مصدقه. مش هي بس شو بتعطي دبلوم ولا لا؟ هي شوف هي دوره، هي دورة. ما بتعطي دبلوم. أيوة. اكيد هي دوره بس الفكره بالموضوع انه يعني اكاديمي، الواحد بدرس اكاديمي. أيوة. مش بس انه موضوع انه انا اروح اخذ دوره نشف كويس، بس بالمقابل انه انا بدي احكي في علم الطبخ كمان. اذا بتلاحظوا. أيوة. اليوم بالحلقه زي هلا كيف انت حكيت كثير عن مواضيع صح، كيف اللحمه كيف اللحمه عن الشغلات. ولسه طبعا الواحد لما يكون
رايق غير معلوم. بالضبط. هلا كيف السوق يعني بحاجه لهيك، قد ايه السوق بحاجه لهذا لهي الدراسه وهذا التخصص؟ انا بدي اسالك سؤال ثاني، انت سالتيني سؤال بس انا راح اسالك سؤال. أيوة. في يوم بمر عليك ما بتاكليش؟ حلو، هاي جوابي. برافو عليك. اكيد طبعا السوق السوق بتعطش. اسمع، كل شيء بالبلد اكل بنجح، كل شيء مش اكل يمكن ينجح يمكن لا، فهذا اكبر مثال. بدي احكي لك شغله، يعني انا دائما بسمع بحكوا معي شفات اصحابي، شف حواليك شاب مرتب يشتغل معنا مثلا هاي الصفيه، والله احنا بحاجه لانه ما لناش طباخين. باستمرار في نقص طباخين، لانه كل الايدي العامله الممتازه مع كل اسف، مع كل اسف بحكيها، كلها بالبرة خاصه بالخليج. والله مفخرة الأردنيين، مفخرة مفخرة طبعا، ما شاء الله عليهم. ومش بالضرورة كل شيء أكاديمي، حتى إحنا عندنا سوق العمل ما بتحمل كل الخريجين الجامعات يعني، فهذا تخصص وبيدير دخل على البكير. ما هو الكل وين رايح؟ دكتوراه، وين هندسي؟ طيب يا عمي هو فيش هندسة دكتوراه عندنا؟ طبعا. طب هاي المهن كمان، مين بده يصلح سيارتي؟ مين بده؟ هي بتدير دخل كتير منيح يعني، بتعمل دخل. والله فيها طبعا. بس أنا حكيت لك بتمنى أشوف الستات في المطبخ إداري، المطابق الإنتاجية. نعم بتمنى. لأنه بيعتبروها لسه عيب ومش عيب، لا بالعكس مش عيب. فكرة بهالزمانات في شاب معي كان، هذا حكي بالثمانينات، ففي شاب معي طباخ راح خطب بنت، فأبوها ما رضي يعطيه طباخ. أنا بعطي بنتي لطباخ هسه؟ لا بيعطوا. لا طبعا. بس أفرجيهم السموك سالمون اللي عندنا. يلا لأنه ضل معنا ثلاث دقائق. ثلاث دقائق بس. سموك سالمون يعني أنا مش بحكي لكم، إنه القرار قراركم، حبيتوا تستعملوه استعملوه، ما حبيتوا تستعملوه إنه شوي غالي، بس أنا حبيت إني أعطيكم فكرة عنه. نفس الفكرة هو بيجي سلايس أوريدي، بس أنا مشكلتي دي كبار كبار كثير، دي شوي يعني. شفتي كيف شفتي نفس الفكرة. أيوة، نعملها بطريقة فنية هيك. الله 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 الله. إيه ده؟ ايه ده؟ يعني برضو كبيره شوي، بس احكي لك انت عجبتيني. انا عجبتك عشان قلت لك دقائق. عجبتيني انت. مو الحق علي، الحق على علي ابو جمعه. علي ما انا مش معي اربيس لنسمع شو بحكي اليوم. لا والله على سلامته علي ابو جمعه، هذا اليوم من الصبح معانا، يعطيك الف عافيه علي ابو جمعه. ورامي دعني والكل، اهم شيء رامي. رامي اهم شيء الموضوع. فريق متكامل، رؤية ما شاء الله عليها، وندى مصري. والمصورين يا عمي، والمصورين اللي السوشيال ميديا عبير أبو طوق. أوكي. هاي الفكرة، بس خليني أشتع لك فوق ونزينه. يلا ناخد الشكل النهائي. هو جاهز تقريبا. صار جاهز. أيوه، كل مكان سموك سالمون. بدنا عبير نحكي، نزلتي أسامي اللي ربحوا معاي؟ عبير تقدر تيجي؟ عبير رح ننزل أسامي اللي ربحوا كمان شوي. نزلوا خلاص. أوكي، اللي ربحوا معانا الكتب رح ينزلوا أساميهم هلأ، والعصر كمان عبير أبو طوق من السوشيال ميديا بتنزل اللي ربحوا الأسبوع الماضي مع تفاصيل من وين يجيبهم. يا عيني، هاي الكنبي صار جاهز. يسلموا إيديك، يسلموا إيديك شيف. حلو كثير وبسيطة، ممكن تسوي أي ست في البيت. شكرا لكم، شكرا شيف نضال.